افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 17 لتأكل المعادن بمشاركة واسعة من المتخصصين في مجال تأكل المعادن ومعالجة المياه الكيميائية. وقال معالي وزير النفط بأن استمرارية احتضان مملكة البحرين لمثل هذه الفعاليات المتخصصة والمهمة للمرة 17 لها بالغ الأثر ومكانة مرموقة بين الفعاليات العالمية نظرا للدور الإيجابي في تقديم أفضل التقنيات الحديثة. وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماما بالغا في هذا المجال من حيث الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والدراسات المتخصصة وعقد العديد من الفعاليات المتخصصة والمشاركة أيضا الفعالة في المحافل المحلية والدولية وذلك للاستفادة منها كل الاستفادة في المشاريع الاستثمارية التي باشرت فيها الهيئة بالتعاون مع عدة شركات متخصصة كتطوير مصفاة البحرين وتنفيذ خطوط الأنابيب الجديدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ومرفأ الغاز المسال وغيرها من المشاريع ذات العلاقة. مؤتمر صار له قرابة 40 سنة، الموضوع مهم جدا. طبعا شريان القطاع النفطي خطوط الأنابيب والتعامل مع التآكل موضوع مهم جدا. طبعا مع الوقت يعني النفط والغاز تتكون فيه مكونات تزيد من تآكل خطوط الأنابيب، فتحتاج إلى مراقبة دائمة، تحتاج إلى معالجة مستمرة. وهذه المواضيع اللي يعنى بها المؤتمر. نشوف المشاركة من كبار الشركات النفطية، طبعا رأسهم شركة أرامكو السعودية، وشركاتنا في البحرين شركة بابكو وشركة جي بي آي سي وبانغاس، وكلهم يهتمون بهذا الموضوع لغرض يعني إبقاء التشغيل بشكل مستمر وتخفيض كلفة الصيانة. كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن حجم الاستثمارات في البحرين منذ يناير إلى أغسطس 2018 بلغ أكثر من 800 مليون دينار، وأن ما يقرب بال 20% من تلك الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. وقال الرميحي خلال أعمال قمة شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS إن البحرين قامت خلال السنوات الماضية بوضع تشريعات لتهيئة الأرضية للابتكار واستقطاب الشركات والاستثمارات المختلفة إلى البحرين. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة قامت بوضع قوانين مهمة، منها قانون حماية المعلومات وهو فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وقانون الإفلاس الذي يمنح الشركات فرصة لإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى قانون المنافسة وهو من القوانين المهمة التي تساعد على تهيئة البيئة التكنولوجية، مضيفا أن هنالك خطوات أخرى اتخذتها الحكومة منها مرفأ البحرين المالي والتركيز على التقنية المالية فنتك وطرح صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الحكومة بخلق بيئة حاضنة للابتكار والتقنية ليس لشركات الأمازون فقط بل لشركات عظيمة أخرى أيضا. تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين المؤتمر السنوي 16 للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تترأس الهيئة المؤتمر الذي سيعقده في الأول إلى الرابع من شهر أكتوبر القادم في فندق الريتز كارلتون بمملكة البحرين. وتركز ورشة العمل التي تنظمها الشبكة العربية على القضية الراهنة المتمثلة في التخاطب بين الآلات M2M وإنترنت الأشياء IoT، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال لعقد سلسلة ورش عمل بإدارة خبراء رواد وبارزين في قطاع الاتصالات. ومن جهته صرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة أنه من المشرف استضافة الاجتماع القادم للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ترأس دورة 2018-2019 للشبكة العربية واستعراض الرؤية والخبرات التخصصية في قطاع الاتصالات، والتي قادت المملكة إلى الحلول في المركز الأول في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالاتحاد الدولي للاتصالات. والآن مشاهدينا نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل مشاهدينا النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتراجع نسبته 0.26% مقفلا عند مستوى 1335 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 20,574,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,193,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 148 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 70.88% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عن مستوى 8,038 نقطة بارتفاع نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا، مدعوما بدعم من صعود أسعار النفط وخطط المملكة الرامية لزيادة الإنفاق الحكومي. ونتحول إلى بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبته ثلث نقطة مئوية تقريبا، وأغلق عند مستوى 5,329 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع قطاع الخدمات المالية. وننتقل مشاهدينا إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 0.90% بدعم من تقدم الأسهم القيادية في قطاع الخدمات، فيما أقفل سوق دبي المالي متقدما بنسبة 0.52% مدعوما بشكل رئيسي من تقدم قطاع السلع الاستهلاكية، في حين سجل سوق العاصمة العمانية مسقط تراجعا نسبته 0.12% بتأثير من تراجع مؤشر قطاعي المال والصناعة. أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف سيبدأ تنفيذه بعد 34 يوماً، وعلى المزارعين العمل المستمر على الاستثمار في البدائل الأخرى التي أعلنتها الوزارة. وأوضح الوزير في لقاء عقده بمقر المؤسسة العامة للحبوب مع مربي المواشي بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي أن جميع قطاعات الوزارة تسعى لتطوير تربية المواشي بما يحقق الاستدامة بمفهومها الأوسع والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم. ومن جهته كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن المملكة تستورد ما يقارب 35% من التجارة العالمية للشعير حسب إحصاءات مجلس الحبوب العالمي. أعلنت شركة المراعي عن استرداد كامل بقيمة الصكوك الدائمة الإصدار بمبلغ 1,700,000,000، وقالت الشركة في بيان على تداول إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي بلغت 100% والعدد الإجمالي 1,700 صك، وبلغت القيمة الأساسية للصك عند الاسترداد 1,000,000 ريال. وكانت شركة HSBC العربية السعودية هي المسؤولة عن الإيداع وطرق الاتصال. وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثالث للعام الحالي 2018. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا يؤكد نمو الحركة الجوية بشركات الطيران بمناطق الشرق الأوسط بنسبة 6.4%. احتلت مصر صدارة قائمة تضم 10 دول أفريقية هم أفضل دول القارة في مجال الاستثمار بحسب التقرير الصادر حديثا عن بنكي راند ميرشنت. وتؤكد هذه التقارير أن مصر تمضي في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في الآونة الأخيرة في مجال الاستثمار. وتنفذ مصر حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدأته في نوفمبر 2016 بقرار تعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الطاقة، كما أقرت قوانين عدة مشجعة لمناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية. ودفع ذلك وكالة التصنيف الائتماني موديز برفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكد التصنيف الائتماني عند B3.
في محاولة للتغطية على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بدأت فصولها منذ فترة طويلة في تركيا، لجأت الحكومة إلى حملات دعاية لمشاريع ضخمة تقف حائلا بينها وبين الغضب الشعبي. ومن بين المشاريع العملاقة التي تفاخر بها حكومة العدالة والتنمية هو مشروع المطار الثالث في إسطنبول. وقد انفجرت احتجاجات داخل المشروع الذي ما زال تحت الإنشاء بسبب ظروف العمل الصعبة لنحو 35,000 عامل، من بينهم 5,000 مهندس. وتظاهر قرابة 500 من العمال أمام المطار الشهر الماضي مؤكدين حصول وفيات نتيجة حوادث، وأن الظروف الحياتية في المساكن التي يقيمون فيها سيئة جدا. أعلن بيان أمريكي كندي مشترك أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت إلى اتفاق للتبادل الحر لأمريكا الشمالية أطلق عليه اسم الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية بدلا من اتفاقية نافتا التي وقعت في 1994. ويأتي ذلك فيما قال مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر الاتفاق لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا مع الحفاظ على الاتفاق الثلاثي مع كندا والمكسيك. وقال البيان المشترك إن الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية ستؤمن للعمال والمزارعين ومربي المشية والشركات اتفاقا تجاريا جيدا سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين للمنطقة. تباطأ نمو اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي بأبطأ وتيرة في نحو 3 أعوام. وكشفت بيانات صادرة عن بنك إنجلترا أن اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة نما خلال أغسطس الماضي بمعدل سنوي بنسبة 8.1% مقابل 8.5% المسجل في يوليو السابق له. واعتبر نمو اقتراض الأفراد في بريطانيا خلال أغسطس على أساس سنوي هو أدنى وتيرة منذ أغسطس 2015، كما يعكس ضعف تدفق الأموال للاقتراض. وبالنسبة لنمو القروض الأخرى في المملكة المتحدة فتراجع إلى 7.7% خلال أغسطس، وهي أدنى وتيرة منذ ديسمبر 2014. أعطت لجنة الأوراق المالية والبورصة الجهة المنظمة لأسواق المال في باكستان موافقتها لشركة إعادة التأمين الوحيدة في البلاد على تقديم خدمة إعادة تأمين إسلامية في إطار الجهود الرامية لدعم قطاع التأمين الإسلامي تكافل. وقالت اللجنة إنها أجازت لشركة باكستان لإعادة التأمين فتح نافذة الخدمات تكافل، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز فرص الأعمال الجديدة للشركة المملوكة للدولة. وذكرت اللجنة أن هذه الخطوة ستمكن شركات التكافل المحلية من الحصول على تغطية إعادة التكافل من داخل باكستان، مما يسهم في تجنب نزوح تدفقات أقساط التأمين إلى أسواق إعادة التأمين بالخارج. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وأخيرا، أظهر تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا نموا في الحركة الجوية بشركات الطيران بمناطق الشرق الأوسط بنسبة 6.4% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي. وتقاس الحركة الجوية في رحلات الطيران بمعيار RPKs، وهو عدد الكيلومترات المقطوعة للمسافرين جوا. ولقى التقرير إلى أن شركات الطيران بالشرق الأوسط تمثل 9.5% من الحصة السوقية العالمية، وزادت بنسبة 5.4% خلال الشهر. وشهدت الحركة الجوية في القارة الإفريقية نمو نسبته 3.4% وتمثل 2.2% من الحصة السوقية العالمية.